مشروب بديل للقهوة هيخليك فايق ورايق طول اليوم، وفي نفس الوقت برضو لما ترجع تنام بالليل هيخليك تنام نوم عميق جدا. بديل رائع جدا للقهوة، كوباية واحدة منه هتغير يومك 180 درجة. اللي حصل معايا بشكل شخصي لما جربت المشروب ده، كوباية واحدة يوميا بعد الإفطار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا جماعة تكونوا بخير وصحتكم بألف خير. النبات اللي بنتكلم عنه النهاردة يعتبر بديل جيد جدا للقهوة، وهو الأشواجندا أو ما يسمى بالجينسنج الهندي. الأشواجندا دي في منها أكتر من شكل، في الشكل الأولاني أو اللون الأولاني اللي هو بيبقى لونه أبيض فاتح عامل زي الدقيق شوية. في نوع تاني من الأشواجندا بيبقى لونه برتقالي غامق شوية كده، ده برضو كويس جدا، ولكن ده النوع اللي موجود عند العطار. ده هتروحوا عند العطار تقولوا له عايزين اشواجندا مطحونه هيديلكوا دي. الاشواجندا هتلاقوها عند العطار برضو، ممكن تبقى جذور يديها لكم على هيئه جذور او على هيئه جذوع كده. الشوب بتاعنا هنحضره في دقيقه واحده بس، كوبايه ميه مغليه، وهنحط فيها ملعقه صغيره من الاشواجندا ونقلب كويس جدا. ويا ريت يا جماعه تدوا التقليب حقه شويه، لان الاشواجندا حلو جدا ان هي لازم تمتص في الميه بنسبه 100% علشان نستفيد من كل العناصر الغذائيه الموجوده فيها. وبعد وجبه الافطار مباشره اشربوا الكوبايه دي، هتفرق معاكوا 180 درجه. نمره واحد هتخليكوا فايقين اكتر من القهوه 10 اضعاف. نمره 2 هي مفيده جدا لجسم الانسان، هي بتعزز القوه والطاقه داخل الجسم. نمره 3 هتساعدكم على النوم في المساء، نوم عميق جدا. اشواجندا ما فيهاش كافيين زي القهوه، ولكن فيها عناصر مغذيه تديك طاقه حقيقيه، مش مجرد الطاقه الكاذبه اللي بيديها لك الكافيين في بعض الاحيان. الناس اللي عايزه حل سريع من غير بقى المشروب والحاجات دي، ما بيحبوش يشربوا المشروبات العشبيه، طعمها غير مستساغ بالنسبه لهم، مرهقه في عملها، حل سهل جدا، قرص واحد من الاشواجندا بعد الافطار يغير لكم مزاجكم 180 درجه، يخليكم فايقين. القرص اللي انا جايبه ده او التركيز اللي انا جايبه ده 600 مللي جرام، ده بيتاخد منه قرصين يوميا. في تركيزات من الاشواجندا بتكون اعلى من كده، بتوصل ل 1600 و2000 مللي جرام، ولكن انا بفضل التركيز المعقول اللي هو من 600 ل 1000 مللي جرام. ده اللي ما جربش الاشواجندا يا جماعه هيدعي لي، لو جرب سواء الاقراص تمام اللي هي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده، برضو جرب المشروب اللي احنا عملناه، ايهما هيفرق في حياتكو 180 درجة. عندكم اي سؤال او استفسار يا جماعة سيبوه تحت في التعليقات، شرفوا وتنوروا جميعا، يا اما انا هرد عليكم بنفسي او احد الاصدقاء لو عنده اجابة للسؤال بتاعكم هيرد عليكم برضو. شرفت جدا انت شفت الفيديو ده، واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. سلام عليكم.